توقعاتك لمباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك؟ والله الفترة اللي فاتت دي الأهلي يعني بدعم صفوفه بناس كويسة، لعيبة كويسة، لعيبة كرة كويسة. نادي الزمالك دلوقتي مستقر يعتبر إلى حد ما، لسه واخد بطولة أفريقيا اللي فاتت. فطبعا يعني المباراة اللي جاية تبقى مباراة زي أي مباراة، بس من العالي التقيل يعني، عشان الفرقتين كويسين واللعيبة ممتازة والمدربين أحسن من السنين اللي فاتت. فان شاء الله نشوف مباراه احسن ان شاء الله. ان شاء الله احنا متفائلين بالمدرب الجديد، وباذن الله هيبقى 2-0 ان شاء الله. والله بص، هو التوقعات اكيد الماتش هيبقى اقوى من الماتشات اللي فاتت، لان احنا شفنا الصفقات بتاعت الزمالك الجديده، والزمالك اكيد هيبقى حابب ان هو يعوض المشاكل اللي حصلت معاه والهزيمه اللي اخذها في الدوري وفقدان الدوري في اخر مباراه. فاكيد الزمالك هيحاول يحسن من صورته قدام جماهيره في الفترة الأخيرة، لكن أنا متوقع أن الأهلي هيفرق كتير جدا، وهيبقى في فرق كبير عن الماتش اللي فات كمان مع المدرب الجديد. لأن المدرب الجديد على عكس في توقعات كتير زي ما شفنا السوشيال ميديا، الناس بتتكلم أن مدرب مغمور ملوش اسم الحاجات دي كلها، بس أنا متوقع بالعكس، هيبقى مدرب كويس جدا وهيقدر يحقق فرق كبير الفترة الجاية. أنا أتوقع الأهلي هيكسب 2-0 مش 2-1، لأن الزمالك ما أعتقدش أنه يقدر يجيب الجوان الفترة الجاية في الأهلي. السوبر بين الأهلي والزمالك هو يبقى زي كل سوبر، زي كل ماتش اهلي وزمالك، ماتش قمه ملهوش اي توقعات. الزمالك عامل صفقات جامده من حس مدرب، وجاب صفقه لعيبه يعني ليها تقلها جامد. الاهلي ما امشي بالصفقات القويه اللي تخوف نادي الزمالك، لكن في الاخر هيفضل الاهلي بيرعب الزمالك، وانا كزملكاوي اصلا بنخاف من ماتش الاهلي، بس ملهاش مقاييس. ربنا يستر، واحنا حظنا حلو شويه في السوبر يعني، خاصة لو يتلعب في الامارات يعني كده يعني بالحظ يعني او التمني يعني، ان شاء الله 3-1 للزمالك. ممكن مين الزمالك يقدر يحقق اهداف للاهلي؟ بن شرقه وشيكا و بس هم هيجيبوا 3 اجوان، ما اعرفش ازاي يعني. ان شاء الله الاهلي. ممكن تبقى 2-0 للاهلي. ممكن وليد صلاح وعزار. ان شاء الله الاهلي اقل حاجه يكسب 2-0. ان شاء الله الزمالك يكسب. انا متهيألي الزمالك مع المدرب الجديد ميتشو دوت اداؤه كويس قوي، بقاله 3 ماتشات الحقيقه اداؤه كويس قوي. وانا شايف التيم برده بعد الصفقات الجديده دي كلها مأثره فعلا مع الفريق قوي، فانا اعتقد ده هيكون لي دفع. في نفس الوقت الاهلي لسه المدرب الجديد ما تعرفش على اللعيبه قوي، فمتهيألي الزمالك فرصه اعلى في الـ في الـ في الماتش اللي جاي ده باذن الله. اعتقد ان شاء الله الزمالك تالي ممكن يكسب 2-1، واعتقد مصطفى محمود هيكون جايب جون، وممكن اوباما يجيب جون برده.